مشاهدينا، تمارين التنفس من أهم التمارين الصحية، وليجهل قيمتها وأهميتها الكثيرون على الرغم من أنها قد تصبح سببا وراء التخلص من التوتر العصبي والشعور الدائم بالغضب. فما هي طريقتها الصحيحة للخروج بجميع فوائدها، وما هي الأوقات المناسبة لأدائها؟ أكيد تجاوبنا على هذه الأسئلة وأكثر ضيفتنا في الاستوديو يارا الإدريسي، مدربة يوغا وتأمل. أهلا بك يارا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لوجودك معنا اليوم. طبعا تمارين التنفس، إيش هي هذه التمارين وهل تختلف عن اليوغا؟ تمارين التنفس هي تقنيات نحن بنستخدمها بحيث أنه إحنا نصير نتحكم في هذا التنفس، لأنه التنفس عملية نقدر نحولها من عملية لا إرادية لعملية إرادية، بحيث أن احنا نتحكم في عدات النفس. هل التنفس هذا صدري أم بطني؟ وبالنسبة هل هو له علاقة في اليوغا؟ طبعا، لأنه اليوغا أساسها تنفس. نحن ما نقدر نبدأ جلسات اليوغا من غير ما نبدأ تنفس. بتنفس، تمارين تنفس. عندنا فضيات اليوغا نعد في البوز بالنفس، يعني مثلا في الرياضات الأخرى تلاقينا نحن شادين متوترين، ما في أحيان نكتم النفس، لا، بس في اليوغا في كل بوز نحن نختار عدد العدات اللي نجلس فيها، مثلا 5 أنفاس 10 أنفاس، فلازم يصير في تنفس. طيب يارا، احنا دائما نعرف ان اليوغا هي تأثيرها دائما نفسي، وفي صراحة يعني في فائدة جسدية، في فائدة جسدية، لكن أغلبها تأثير نفسي. فبعرف أنه تنفس هل تأثير وتأثير نفسي، أو نقدر نقول مش نفسي بس أنه يروق، يخليك تكونين أنت زعلانة، يهدي الأعصاب لما يكون الواحد كذا مشدود. فأبغى أعرف هل هو نفسي ولا جسدي؟ هو نفسي وجسدي وعقلي. لأنه نحن لو بنتكلم عن أهمية التنفس أصلا في حياتنا من غير تمارين تنفس، نحن الطفل أول ما ينولد إيش أول شيء يأخذ؟ شهيق. يأخذ شهيق، صح. طيب، ولما الإنسان خلاص بتنتهي حياته، خلاص آخر شيء يطلعه هو زفير، وبين الشهيق والزفير هذه تناغمات وسلسلة من الشهيق والزفير نحن ما نقدر نستغني عنه. نقدر نقعد أيام من دون ما ناكل ما نشرب، بس ما نقدر نقعد أكثر من دقيقة ممكن نقول من غير تنفس. فهذا قبل شوي بغيت تموتيني وأنا جالس ماخذ الشهيق وانتظرها تقول لي سوي زفير. صحيح. فنرجع التنفس لما يكون غير إرادي، هذه فوائده أنه إحنا بدينا الحياة، تمام؟ فلما يكون احنا قاعدين نعمل له كنترول، ايوه، نحن بنستخدم 30% فقط، يعني الله سبحانه وتعالى معطينا هذه الرئه نحن بنستخدم فيها 30% فقط من الرئه. بتمارين التنفس نحن بنحفظ كل الحويصلات اللي موجوده اللي في الرئه، بنمرن عضلات الرئه بحيث انها تتسع للخارج، نهدي العقل زي ما قلنا. في اليوغا عشان نزيد المرونه نقول لهم اعتمدوا على التنفس، كل عشان تدخلي في البوز اكثر، في الوضعيه اكثر، تتنفسي اكثر، تنفسي، كل ما تنفستي كل ما تمتد معاك العضلات. انا معلومه جديده، اول مره اعرف انه نستخدم بس 40% بالضبط، عشان كذا انه بتسوي لها جلسات تاخذ وقت اطول، يعني الواحد ياخذ، يعني احنا قبل ما نبدا جلساتنا اليوغا لازم يكون في تنفس. ونحن الوتيره الحياه عندنا سريعه، فحتى التنفس عندنا سريع، تلاقي احنا بنتنفس بس من الجزء اللي فوق، الملابس اللي بنلبسها تكون ضيقه علينا، ما بنقدر نتنفس بالطريقة الصحيحة. يعني كل ما دخلنا أكسجين جسمنا أكثر، كل ما الجسم استفاد أكثر. قصدك أنه الواحد ممكن على كثرة التمارين يتعود هو من نفسه يجلس يتنفس؟ بالضبط، أنت حيصير عندك وعي ذاتي أكثر بالداخل إيش بيصير، تبدأ تحسي أنت جسدك. يعني احنا اغلب الوقت مع الحياه وتيره الحياه نكون دائما ستريس، في ناس بتضغط على المنطقه، صح. هذه في ناس بتضغط على هذه المنطقه. كل ما زاد وعيك بنفسك كل ما زاد وعيك بجسدك، فحتبداي شويه شويه، اوكي انا اكتافي شاده خليني ارخيها، انا الفك عندي شادد خليني ارخي. ففوائدها جدا جدا كبيره، ويساعد كمان على النوم اعمق. في تمارين تنفس بنستخدمها في الصباح، هذه تنشطنا احسن من القهوه حتى، كثير نقول في رمضان انه استخدموها بحيث ان هي تنشط.
يعني هذه معلومات جدا حلوة وجديدة يمكن صحيح. علينا كمان أبغى أسألك، يقول أنه كمان هذه تمارين التنفس بتساعد على الصحة العقلية، يعني ممكن الشخص اللي يعاني من اكتئاب، الشخص العصبي، الشخص اللي دائما أنه لا يسيطر على انفعالاته، هل بالفعل تمارين التنفس بتساعد على تهدئة الإنسان اللي مصاب بهذه؟ بالضبط، لأنه نحن كل ما طبعا هي العصبيه هذه ناتجه عن اشياء بتحصل، افكار بتحصل داخل، فبتنتج لي مشاعر، والمشاعر هذه انا بتعامل فيها مع المواقف اللي بتصير لي في الحياه. فاحيانا مثلا تلاقي شخص يكون الموقف جدا عادي وتلاقيه يعصب بس مضغوط وبينفجر، تمام. انا لما ابدا اركز على تمارين التنفس ايش اللي بيحصل معايا؟ ان الافكار عندي بتهدى. لما مثلا يكون عندي رتم معين انه انا المفروض اعد هذه العدات، انت جوا ما في اي شيء بتركزي فيه عليه الا التنفس، كم عده، طريقه التنفس هل هي صحيحه او لا، يبدا العقل يهدى. فكل ما يهدى العقل الشخص نفسه راح يهدى. جميل، صح ولا لا؟ صحيح. طيب كيف الاساسيات؟ يعني احنا نعرف انه في مدربين يوغا مره كثير، لكن اللي فعلا يعطيك المعلومة البسيطة اللي ممكن أنت تستخدمينها بالبيت أو ممكن تطبقينها بالبيت، هذا يمكن قليل، لأنه احنا نعرف أنه رتم معين وإذا أنت استمريتي عليه فأنت بتتعودين عليه، فأنت لا إراديا حتقدرين بالزبط. تتنفسين من غير ما أنت تحسين أنه أنت جالسة تعملين تمارين تنفس. أبغى أساسياتها، إيش الأساسيات يا رب؟ ما نحتاج ولا حاجة. يعني نحب نطبق؟ تحب نطبق أكيد. الآن؟ تفضل. تمام. أسهل تمرين تنفس نسميه التنفس العميق أو التنفس البطني. أي شخص يقدر يمارس هذا التنفس، بحيث أن نحن زي ما ذكرنا في الأول أن نحن بنستخدم 30%. بهذه الطريقة نقدر نحفز كل الحويصلات، حتحسي أنه مع الشهيق البطن بتطلع يلا خليني الخارج. تمام. قولي. هنحط يدينا هنا على آخر القفص الصدري، تمام، بحيث ان انت تحسي العضلات وهي بتخرج لبرا. تمام. اكتافي مرتاحه لانه انا لازم يكون تركيزي ووعي اكثر على الجسد. اوكي. تمام. هاخذ شهيق، حوصل الشهيق لين اخر منطقه هنا بحيث انك تحسي بطنك تطلع لبرا. بغيت تموتيني الان كمان. يعني انا اخذت شهيق وانت جالسه تسولفين تبغين تموتيني؟ قولي لي زفير عشان اتحمس. اوكي تمام. يلا حناخذ شهيق، البطن للخارج راح تطلع للخارج، وبعدين حعبي المنطقة اللي فوق ونبدأ نطلع الزفير من فوق، وبطن برضو من الفم. ناخذ الشهيق من الأنف والزفير إذا تحبي من الأنف أو من الفم، بس بطني تطلع برا ما تدخل جوا. وهذه المشكلة، نحن دائما نقول أحد خذ الشهيق، إيش بيصير؟ بيدخل بطنه لجوا، بيتنفس من المنطقة اللي فوق اللي في بس في حويصلات تحت إحنا ممكن نستخدمها. صحيح. أوكي. طب من الأشخاص بطني جالس يطلع لبرا ما يدخل جوا؟ والله في مشكلة شكله بطني. هذا مع التعود، لأنه إحنا كل ما تصير أنت واعية بجسدك كل ما تقدري تتحكمي بجسدك أكثر، بيصير تبدأي تخرجي العضلات. سهلة. لا في تمارين كثيرة، في تمارين كثيرة، بس هذه من التمارين اللي ممكن سهل إن الواحد يستخدمها في البيت. لازم جلسة معينة، لازم ظهري يكون مستقيم، لأنه كل ما كان ظهري مستقيم كل ما دخل أكسجين أكثر. في كمان تمرين ثاني مرة جدا بسيط، بحيث إن احنا نستخدم الأصابع، هذه الأصبعين راح ندخلها للداخل. أوكي. هذه الأصبع راح نحطها على فتحة الأنف اليسار. وين؟ اليسار. هذا الأصبع. يس. اليسار. اوكي. ترى عندي مشكلة أنا باليمين اليسار. والإبهام على اليمين، تمام؟ هي أسكر خشم. أيوه. حنفتح الفتحة اليمين، نبدأ ناخذ شهيق من اليمين. والله مني ضابطة. ناخذ شهيق. أنا أحس معايا. ناخذ شهيق من اليمين. اوكي. وبعدين نحبس النفس ثواني ونبدأ نكفل اليمين ونطلع الزفير من الناحية الثانية وكذا بالتبادل. يمين ويسار. هذه تبدا تحفز الجزء اليمين من الدماغ، وهنا تحفز الجزء اليسار. يعني بالضبط. معلومات جديده علينا. طيب قد ايش طول التمرين الواحد المفروض اني اسويه عشان جسمي يستفيد منه؟ ممكن من 10 دقائق او اذا حابه انت اكثر يعني، بس 10 دقائق في اليوم تكفينا ان احنا نهدى. مثلا في الصباح لما انا اصحى افضل الوقت انه يكون الصباح؟ لا، ما لها وقت. ما لها وقت. أيوة. في تمارين ممكن نستخدمها بحيث قبل النوم ان هي تهدينا، للناس اللي عندهم ارق يستخدموها في نفس التمرين هذا اللي قبل شوي. وفي تمارين نستخدمها في الصباح انها تنشطنا،
والناس اللي عندهم ستريس مره في الشغل يقدروا يستخدموا اي تمرين من هذه التمارين على اساس انهم يهدوا ويقدروا يبداوا يومهم، تهدى الافكار عندهم. حتى التامل، التامل عندنا نبدا بالتنفس، واليوغا نبداها بالتنفس، اي جلسه عندنا نبداها بالتنفس، هو الاساس بالنسبه لي. جميل. طيب ايش النصائح اللي يمكن دائما يمرونك البنات وتكونين شايفه انه في اخطاء كثير هم جالسين يستخدمونها او يمارسونها؟ ايش الاشياء اللي تقولين ممكن انه بحياتنا اليوميه في اخطاء كثير لازم انه تتعدل شوي بحيث انه اليوغا يساعدها؟ اليوغا تساعدنا انه نحن يكون عندنا مرونه، تمام، نكون واعيين بجسدنا، الجسد نفهم احنا مشاعرنا، نفهم ذواتنا. اليوغا تساعدنا جدا كثير. أنا اليوغا حابتها لأنك أنت مرة رايقة. شكرا. من جد هي مهديتك من صوتها. والله جايبتك هدوء. خليك تسوي سيطرة على صوتك وعلى نفسك. بالضبط، تصير أنت عندك كنترول لجسدك، تبدأي حتى مع الوقت مع الممارسة تبدأي تعرفي أنت إيش جسمك محتاج، إيش محتاج الأكل، الأكل اللي يحتاجه. أوقات النوم حقتك تبدأ تتنظم. اللايف ستايل تبعك كله راح يتغير، لانه انت حيصير عندي وعي بذاتك، وعي بجسدك ايش محتاج. اوقات لما نحن المدربات نجلس فتره طويله مثلا او نقول كم يوم ما بنسوي يوغا، نبدا نحس الم جسمنا محتاج، يبدا جسمك يناديك انك انت يطلب تمارسي. اتوقع كمان حلو التمرين التنفس لو يكون في منطقه مفتوحه وهواء كده نظيف وجبل والله في الجنوب مثلا. الان اتصال في الطبيعه العسير اهل الجنوب. يارا يمكن في تمارين سمعنا عنها انه لما تجلسي وانت مدخله بطنك على جوا او شافطه بطنك على جوا، هذه بتساعدك انك يعني تذوب دهون البطن او تساعدك انك تحصلي على بطن مسطحه، هل ممكن ان تمارين التنفس كمان تدينا نفس النتيجه؟ هي تساعدنا انه نحن نقلل من الدهون، لانه اصلا عمليه التنفس تساعد من عمليه الايض، فيصير عندي حرق صحيح. للدهون صحيح. وفي عندنا تمرين نحن بنستخدمه بحيث انه تكون البطن مشدوده للداخل، نبدا ناخذ شهيق اكثر شيء نقدر عليه ونبدا شويه شويه بس نطلع الزفير زفير 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 زفير، فهنا بتتحرك معايا عضلات البطن. طيب. يعني انا كمان عفوا سمعت بس انه عمليه الايض هي اصلا معتمده على التنفس. تنفس. على قد ما تتنفس ويكون التنفس عميق واكثر ويعني مركزه فيه بتصلح عمليه الايض او بتخليها تشتغل بشكل احسن. صح صحيح. كل شيء في الدنيا معتمد على التنفس، كل الكائنات اللي موجوده معتمده على التنفس. صحيح. طب مين الاشخاص اللي مهم انهم يمارسون تمارين التنفس؟ اي احد يقدر يمارس تمارين التنفس وهو في المنزل، يقدر يلاقي مقاطع على اليوتيوب ويدخل ويشوف. الموضوع جدا سهل، بس نحن يعني ممكن نتكاسل نعمله وهو ما بياخذ مننا وقت. يعني هل في وعي باليوغا؟ الان هذه الفتره ويعني من السنوات اللي راحت في وعي كثير، وعندنا في المركز نحن مركزنا باب النور كثير في وعي، كثير بيجوا يطلبوا كلاسات تنفس، يوغا، تأمل. طبعا لان هي تختلف، اليوغا دائما الناس على بالهم انه احنا نسوي كذا. صح، اول ما جتني قلت لك خلاص عارفه. هذا احنا نستخدمه في وضعيات التامل بحيث ان احنا نهدى، ففي صار وعي، في طلب كثير، يعني ما شاء الله كثير ناس بيجونا وشيء جميل يعني. طيب يارا خليني اسالك عن السيدات الحوامل او السيده الحامل، اللي طبعا معروف انه قبل الولاده في تمارين تنفس ممكن تسويها بتساعدها في مرحله الولاده عشان تتحكم بالولاده وتكون ولاده سهله، وكمان تتحكم في النفس. يعني يمكن السيدات اللي مروا بتجربه الولاده يعرفوا انه ممكن من كثر الم الولاده الواحده تنسى تتنفس. فهل بيجيكم سيدات يعني بتدربوهم على طريقه التنفس للولاده، او سيدات بيطلبوا منكم هذا الموضوع؟ احنا اصلا بنعمل كلاسات للحوامل. حلو. واللي ما بعد الولاده. نحن بتمارين التنفس هذه دائما نعلمهم، يعني في نفس الكلاس تبع اليوغا بنقول لهم تمارين التنفس اللي يستخدموها كيف تساعدهم. فهي مع الممارسة لما تبدأ فترة الحمل إن هي قاعدة تمارس تمارين التنفس هذه أثناء اليوغا، لما يجي وقت الولادة هي أصلا
جسمها تعود وصار عندها وعي بتنفسها حيكون الموضوع اسهل بالنسبه لها كثير. أكيد. لانه حتى في حتى في وقت الولاده تلاقيهم يعني حتى في الافلام بنشوف انه تنفسي تنفسي. مزبوط. انا كنت اضحك على هذا الموضوع، كنت ماني فهمته، ولكن بالفعل لما مريت بتجربه الولاده ترى الوحدة من كثر الألم تنسى أنها تتنفس، لأن هم يذكروك تنفسي، يعني ممكن تفقدي الوعي إذا ما تنفستي، لأنك أنت في ألم بيسيطر عليك بتنسي أنك تتنفسي يعني. فصراحة صحيح أنه بالفعل يعني هذه التمارين جدا جدا مهمة على السيدة أنها تسويها قبل ما تخوض مرحلة الولادة. صحيح، كل ما كان قلبي مع الحوامل تركيزه لما يصير على التنفس أكثر حيخف الاسترس شوية. صحيح. وما حيكون في صريخ و مظبوط اي احساسها انه هو ولاده. صحيح. حرام يعني، هذه من الاشياء الجد الا هو ما يحزنوا يا رندا يعني بالفعل هذه الاشياء اللي ممكن السيده تستفيد منها. ولكن خليني اسالك كمان، هل ممكن في يعني رياضات معينه او رياضيين معينين يستفيدوا من تمرين التنفس اكثر من غيرهم؟ يعني يفيدهم هذا التمرين اكثر من غيرهم؟ نحن باليوغا بالنسبه عندنا نحن لازم هذا شيء اساسي، وكمان قلنا انه هي تساعد على عمليه الايض، والتنفس عموما يساعد انه العضلات عندي تتمدد. فهذا يكون بالنسبه للناس اللي بيمارسوا رياضات اخرى. اتوقع حتى اللي بيمارسوا مثلا الهايكنج الجري يحتاجوا انهم ياخذوا هذا النوع من التمارين، لانه حيصير عنده الرئه تتسع اكثر. انا احس لازم قبل اي مباراه اللعيبه يسوون تمارين يوغا وتنفس. طبعا. وخاصه تامل. تعرفي ليش؟ علشان ما يتخانقون وهم يركضون ورا الكوره. والله يعني نعرف في خناقات تصير. صحيح. بس ابغى اخر يعني خلي اخر سؤال لك يكون عن نصايحك للبنات والشباب كمان اكيد. تمام. انا انصح الناس انه حقيقي يكون عندهم وعي بذاتهم، وعي بشذتهم، هذا كله يصير عن طريق اليوغا والتامل والتنفس. اشياء بسيطه جدا يعني، اذا يبدا بتمارين التنفس مرة يكون كويس، بعدين يبدأ شوية شوية ندخل في مرحلة التأمل، بعدين ندخل في مرحلة اليوغا، نزيد مرونتنا، نزيد اللياقة عندنا. أكيد أكيد طبعا. وما شاء الله يعني في الرياض الحين صارت أكيد. جدا المراكز كثيرة يعني. مزبوط. الآن صار في وعي أكثر بهذا الموضوع. بس يمكن خليني أسألك عن نقطة معينة، التدخين، اللي بدهم يقلعوا عن التدخين قد إيش ممكن تفيدهم تمارين التنفس بتنظيف الرئة والإقلاع عن التدخين، وكمان بشغل الوقت يعني بأنهم بيقضوا بيستبدلوا التدخين بحاجة ممكن تفيدهم. صحيح. إحنا عندنا تمرين نستخدمه نسميه تنظيف الرئة. حلو. نحن نستخدم فيه أنه هو يخلص الرئة من السموم، يعني تمرين موجود يستخدموه بحيث أنه الأشياء اللي تكون موجودة تطلع يستبدلها بأشياء بهواء نظيف. أيوة. طب ممكن تورينا هذا التمرين؟ الأيام هذه الهواء مرة نظيف والله. بالفعل نحتاج هذا التمرين. هذا هل يختلف عن التمرين اللي ورتينا؟ هو يشبه له نفس الشيء انه بيكون شهيق عميق وزفير. صحيح. كل هذه التمارين يعني الحمد لله موجودة على اليوتيوب وبسهولة الواحد يقدر يسويها. جميل. شوفي يارا، دائما نجلس على المكاتب اوقات مرة كثيرة. صح. يعني من ساعة إلى 12 ساعة، مش من ساعة يعني، لا من 8 ساعات أقلها ممكن. أو أكثرها قولي 12 ساعة. 12 ساعة في ناس توصل. في ناس أكثر كمان. صحيح. وأنا جالسة على المكتب، كيف أنا أقدر أعمل هالتمارين هذه علشان شوي تفك الضغوط؟ أنت قلتي لي هي تفك الضغوط، تخليك شوي أهدى، التوتر يكون يقل خفيف. التوتر. نعم. فأبغاك تعطيني تمارين للناس اللي عندهم أكيد أشغال وجالسين على المكاتب. أسهل تمرين التنفس العميق اللي قبل شوي اللي قبل شوي. إحنا بس أهم شيء إنه نكون ما في شيء ضاغط علينا بحيث ان احنا نقدر مرتاحين. مرتاحين يعني لو انت حاسه انه في شيء ضاغط على بطنك تبداي تفكيه وتبداي تمارسي هذا التنفس. انا مجرد اني اخذ شهيق بانه بطني الحجاب الحاجز هذا بيطلع لبرا. أوكي. وابدا اعبي الجزء هذا من الرئه، بعدين الجزء اللي تحت الترقوه، بعدين لما يطلع الزفير يطلع من فوق لين تحت بشكل خفيف. بشكل خفيف استخدم الانف في الشهيق، وفي الزفير استخدم الانف او الفم للاشخاص اللي يحبوا، لانه سبحان الله لما اخذ الشهيق الانف بيعمل لي نفسه فلتره. اي صح. انا حبيت يعني يا يارا اعتقد انه اكثر ناس ممكن يستفيدوا من هذه كمان يعني. بحكم الفقره اللي قبلها كانت عن الصبر في تربيه الاطفال، اي ام تحتاج تسوي هذا التمرين لانه بالفعل راح
يروقها وراح يخلصها من الاسترس، لانه بالفعل الحياه فيها استرس مره كثير، خصوصا للمراه العامله والام. صحيح. في نفس الوقت تحتاج تاخذ مساحه من اليوم لنفسها، تاخذ تسوي هذه التمارين. صحيح. توقع انه راح تبدل حياتها بالمره. صحيح. تحسن أدائها أكيد طبعاً. تحسن أدائها بإيش؟ التربية. إنها تقوم بواجباتها المنزلية، بعملها، بتربية الأطفال. وما تخانق أطفالها. وأنا إيش بقول لك، هو أصعب شيء ترى في الدنيا والله تربية الأطفال. وبعدين هي بتعطي نفسها وقت، أنت بتعطي نفسك وقت إنك أنت تتنفسي تروقي، إحنا طول الوقت بس بنعطي أطفالنا عائلتنا. صحيح. ما بنعطي أنفسنا مزبوط. وقت شغلنا بس. صح. فأنت لو بتعطي نفسك وقت إنك تسترخي تتأملي، بتعطي نفسك وقت بترجعي باور أكثر، فترجعي يكون العطاء بحب أكثر. يعني أنت تنصحي هذه التمارين تكون يوميا ولا مثلا مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع يمشي الحال؟ لا والله يعني أفضل يوميا أحسن، تكون جزء من اللايف ستايل. يعني نفسنا تستاهل منا شوية وقت، يعني 10 دقائق اليوم. حلو جميل. يا رأي يعطيكي ألف عافية من جد، كثير أخذنا معلومات منك ممتعة اليوم وأكيد مفيدة، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيكي، شكرا لكم. هلا وسهلا يا رأي. مشاهدينا راح نترككم مع تقرير عن أبرز النصائح لتنفس أفضل، وبعدها أكيد راح نكمل فقراتنا بعد الفاصل. هل تشعرين بالتوتر الدائم؟ وهل تغضبين بشكل سريع؟ اليوم راح نوفر لك 5 نصائح لهذه المشاكل. أول نصيحة لك هي أن تمارس التمارين الرياضية بشكل دائم، وأن تقومي بممارسة تمارين الاسترخاء كل يوم، وعليك أن تأخذي استراحة بسيطة من العمل، وعليك أيضاً الابتعاد التام عن العادات الغير صحية، وأخيراً ننصحك بالمحافظة على التفاؤل والإيجابية.